أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي ودي مساكن قلبي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا هي حصة نجيبوا فيها أخصائيين يساعدوكم باش تتعاملوا مع حالات معينة لتربية ولادكم اللي هم ولادنا وراهم تحت جناحنا. اليوم راح نتكلموا على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وراح نركزوا على المصابين بالتريزومي 21، يعني بحالة التريزوميا وكيفاش يقدروا يقراوا ولا ما يقراوش، ونتكلموا كذلك على زوتيست شوية، ونتكلموا على المعاقين حركيا شوية. كاين أولياء عندهم ولادهم عندهم حالات هكذا ما يعرفوش كيفاش وين يتوجهوا، يا هل ترى هناك مدارس متخصصة ما كانش مدارس متخصصة، هل ترى كاين أطباء متخصصين في هذا الباب هذا. احنا حبينا اليوم ناخذوها من الجانب المدرسي والاجتماعي. إذن يرافقني اليوم الأستاذة تفاحي هنية متخصصة في علم النفس، مرحبا بك مدام. مرحبا بك، تفضلي تفضلي، شرفتينا. شكرا كثير، شرفتينا مدام. معايا كذلك سيد لابري نور الدين متخصص في علم التربيه، مرحبا بك. مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا. بارك الله فيك انت، شكرا. الله يخليك. وكذلك معنا سيده قيموز فاتحه مرحبا بك، مرحبا بك سيدتي. زيدوا لنا تصفيقة خاصة على اسكندر. اسكندر مرحبا بك اسكندر، واش راك؟ راك مليح؟ سافا. إذا اسكندر مصاب بحالة تريزوميا، مرحبا به. ونستضيف كذلك ككل مرة طفلة هديل 12 سنة، مرحبا بك. روحي بنتي، تعالي تعالي. واش راكي بنتي؟ لاباس؟ لاباس؟ واش سنة تقراي هذه؟ سنة ثانية متوسط. سنة ثانية متوسط، تحبي ديري الواجبات تاعك المدرسية وكامل لي دوفوار؟ يا مليح. إذا تفضلي في المكتب هذا جبناه لك خصيصا باش ديري فيه الواجبات المدرسية تاعك. تفضلي بنتي، تفضلي. وأنتم يا أطفال لازم تديروا الواجبات المدرسية تاعكم كما هذه باش تنجحوا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص هذا. انا كنت ناول الحالات هذه مثلا التريزومي 21 ولا الاوتيزم ولا المعاقين حركيين وكامل، نتكلم عن جانب الادماج، يعني واش هي بلاصتهم في المجتمع، واش هو المكان نتاعهم في المجتمع سواء عبر القانون سواء عبر المنظومه التربويه. يا هل ترى هاد الاطفال هادو يقدروا يقراوا عاديا ما يقراوش عاديا؟ لازمهم مرافقه مثلا. اذا اليوم جبنا معنا اسكندر. اسكندر مرحبا بك مدام. اسكندر واش راك لاباس وليدي؟ بونجور. بونجور صافا؟ ها طونجور بلا جونيور tu parles اروح بونجور بلا viens me voir viens اروح وين حبيت تقعد؟ لا اقعد فوالا نجي لهنا انا ثاني. انا راح نقعد هنا فوالا. بس نقعد قدامي، قعد قدامي، روح روح قدامي هنا. واش راك اسكندر؟ سافا؟ ماما عيفات. واش قال لي؟ واش نقول لك؟ ماما عيفات. راك بيان لاباس؟ تقرا؟ تقرا في المسجد؟ تي فالي كول؟ ماما عيفات. Parle, Skandar. Dis-lui, dis-lui que tu pars à l'école. Tu pars à l'école? Ah, ça fait mal aux fêtes. Tu as mal où? Les fêtes? C'est quoi? Arbillon français. Arbillon français, tu parles? Fais-le. Oui, fais-le. Où tu veux que tu parles? Arbillon ou le français? Où tu parles? Arbillon. Arbillon. برافو برافو. تقعد هنا، خليك وحدك هنا، نروح انا نهضر معاهم ولا نرجع عندك يا اخي.
تقعد هنا. اي برافو برافو برافو. شوفوا اسكندر فوالا. شوفوا اسكندر شحال شاطر شحال شاطر. هذه النقطه على جبنا اسكندر، حبينا نتكلموا على بريزون شارج تاع هذه الحاله هذه. مقبله كنت نتكلم مع الاخصائيين وكامل، قلت لهم هل هناك تريزوميا تختلف عن تريزوميا؟ قال لك لا، قال لك سيتيكاسيون دو بريزون شارج ثاني مهمه جدا. كيفاش نرافقوا الطفل وكامل؟ اليوم رايحين نتناولوا هذا الباب هذا من الجانب الاجتماعي المدرسي، ماشي من الجانب الطبي. ماناش هنا باش نشخصوا هذه الحاله وكامل، حنا اللي يهمنا ولادنا هذو كيفاش يقراوا، كيفاش يقدروا يقراوا، كيفاش يقدروا. وماذا بينا التجربه تاعك من بعد تعطيها لنا مدام. اذا مدام هنيه، على بالي باللي في اطار العمل تاعك وكامل كاخصائيه نفسانيه، كيفاش تشوفي حاله التريزوميا هذه؟ ماذا بك تكلمينا عليها، يعني الحالات اللي صادفتك، وتكلمينا شويه عن نفسيه الاولياء ثاني، لانه نظن حاجه مهمه جدا. شكرا استاذ يزيد على هذه الاستضافه والسلام عليكم. بالنسبه لحاله تريزومي 21 هي باللغه العربيه متلازمه داروين رقم 21، وهو ان الحدث يعني الاعاقه وقعت في رقم 21. بون حنا ماناش اطباء اكيد، معليش حنا نشخصوا يعني تشخيص، ولكن حاله نعرفوها كروموزوم 21 كروموزوم 21، ولكن الحاله حنا هذه اللي نعرفوها. وحنا كاخصائيين نفسانيين ستادير لو رول تاعنا حنا كيفاش دخل عندنا مصلحه الولاده. دي كو الطفل يزيد على نيسونس، على نيسونس يدوكوفير باللي سي اون تريزومي 20 تريزوميك فوالا. Le carnet de vaccination sur place, il mentionnait où je suis, l'azima. On va donc mettre qu'on a eu le sadma. Sadma, يعني ما انت منها واحد لواحد، يعني صدمه شويه كبيره. كيما يقول لك اللي جرب هو في الكبده ديالك، يعني شيء صعب. اول صدمه راح تكون هي اول نظره، ما ننساوش هو اول نظره الام للطفل اللي راهي تستنى الطفل فوق الصدر تاعها، وبعد غير ترفدوا مباشره هنالك ملامح يعني مذكوره، تقدر هو اشتعال العينين، الانف، الى غير ذلك. مباشره الام تقدر تعرف مباشره يعني المولود اللي زاد عندها. هنا يدخل الدور تاعنا مباشره، ناخذ الام بون كونسلتاسيون بيان سور بسيكولوجيك، ناخذوها اون بريزون شارج بلوس لو بابا، لان هذا الشيء كيف كيفاش راحين يتعاملوا معاه، لان لو تريزوميك راح يكون عنده دي روتار في كل حاجه، سواء كيما نقولوا في لو بروميي سوغي تاعو، لا بوزيسيون داسيس، لا مارش، لو لونغاج اكسيتيرا. حنا لازم نهيئوا الام بان هذا الطفل ماهوش راح يكون عادي، باش تتقبل هذا الوضع ديجا من بعد مدام راهي هنا تكلمنا. لازم تفهم بلي فوالا هذه الام بلي المدام ممكن خلاص هي تعودت، يعني حتى ورانا نحكي ولها وكامل بصح خلاص، يعني نهضروا على الام الحديثه اللي راهي تتعرض فوالا. اول نظره لطفلك وهو نقدروا نعتبروا الام الله يبارك هذه كمثال، باش كي يشوفوها الامهات واحد اخرين يعرفوا بلي يجيبوا ان شاء الله كيما اسكندر على الاقل فوالا. هذه كامل نقدروا نكتشفوها في سن ثلث سنه. الادماج باغ اكزومبل، ما نروحوش الادماج غير طفل في الاسره برك كاين فرق. بالضبط، يعني ادماج اجتماعي، يعني قبل ما نوصل الشيء الملاحظ ان هناك امهات كي سو كولبابيليز عندهم، تقول لك باغ اكزومبل في اللاج 40 ولا 50 كون ميم سيتي مون ديرني، نقدر نقول لهم ان تريزوميك يقدر يكون هو الليني. بالضبط بالضبط، فوالا باش يعرف ان الانسان انها مقادير. بالضبط. ربي سبحانه كل واحد واش كتب له في هذه الدنيا، واذا كاتبه لك سوا في الاول ولا في الاخر، المهم الانسان انه يكون راضي باش يبدا هذا المشوار الصعب. شكرا شكرا استاذه، شكرا شكرا. شكرا 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 استاذه، شكرا. سيده قيموز نشوفوا الله يبارك اسكندر، فريمون راني فرحان، راني فرحان بزاف كي نشوف طفل بري اون شارج هكذا، يعني كيفاش راكي متكفله به تو، يعطيكم الصحه. حبيتك لو كان ترجعي ست سنين لورا، ست سنين لورا تكلمي لنا شويه، على بالي بلي ماهيش حاجه سهله، ولكن كيفاش تقبلتوا الوضع انت وزوج الكريم؟ يعني كيفاش سيتي ديفيسيل جو سوي سور بلي حاجه صعيبه، ولكن كيفاش تقبلتوا الوضع هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دابور جو رميرسي دو الله يسلمك. مرحبا بك مدام، مرحبا بك. داكور بيان سور، او ديبي على لا نيسونس كانت حاجه بيان سور صدمه
صدمه مش ليا برك، مي كانت صدمه للعائله، العائله كامله، كل العائله الصغيره ولا العائله الكبيره، حاجه ما تكونش تسنى فيها. بالضبط بالضبط. من بعد كي عرفنا بيان سور بوجود لونج اسكندر، حنا نقولوا له لونج اسكندر يعني سانونج سي فري وي، دونك كي عرفنا بيان سور اول حاجه نلجؤوا للرب سبحانه، يعني نشكره وما نقدروش حاجه كيما هذه راح نرفضوها لانه ربي عطاها لنا ولازم نتقبلوها. بيان سور ندخلوا دابور في انا نقولها غيبوبه، انا دخلت فيها لاني اول حاجه كنت نخمم كيفاش راح نواجه المجتمع باسكندر. بالضبط، باسكو اول حاجه كنت نقول كيفاش لكان ان انفون اورديناير، ما جي با ان انفون نورمال، باسكو ان انفون اورديناير كيفاش راهو صعيب باش نربيه. بالضبط بالضبط. وكيفاش يكون التربيه تاع ان تريزومي 21 بعد حنا واش نولوا حنا دي زيكسبير، نولوا حنا اللي نحوسوا لي بارون. هذا هو المشكل، التوجيه. معليش معليش خليه يلعب شويه. حنا اللي نولوا بيان سور نديروا لي ريغوشيرش تاعنا، سي توت لا فامي كي ايتي انكلو دون في هاد بيان سور، سي توت لا فامي دو كوتي باترنيل ولا دو كوتي كامل تو لوموند سانز اكسيبسيون، لي زامي بيان سور، اون ا يو لو سوتيان دو تو لوموند. اسكو كاين جمعيات؟ ما نكذبش عليك يزيد، يا يو دي باغ اكزومبل اطباء هكذا وين يعطيوك شغل هكذا دي جيف، شغل دي شوك. Par exemple, j'ai rencontré un médecin que je ne cite pas le nom. Non, non. Quand j'ai pris Skandar pour une consultation, il m'a dit d'abord, ils se mettent en hadou, chériha, chérihadouma. عندهم نوعيه خاصه نقص لهم القيمه تاعهم اكزاكتومون. الوغ كان كلمه هادو نو، رانا كامل هادو، ما راناش سيغت سيغت سون ديفيرون، ماشي راح نحيوهم لا ديفيرونس تاعهم. هذا المشكل تاع ذوي الاحتياجات الخاصه كاع مدام، يعني سون ديفيرون، اوني توس ديفيرون لان دو لوتر. بالضبط بالضبط. على كل حال ربي خلقنا كل مختلفين سبحانه. معليش ربوهم هكذا برك. ايه سما دون طون كان ميدسان كي قالها لي هكذا ما نكذبش عليك، جافي با لو كوراج دو ريبوند. انا لا درتي مليح. كونت اون ريبون با واش يصرى من بعد؟ يصرى اون ديبريم. اكزاكت اكزاكت. اون ديبريم اللي ما نخرجوش منها اون طونك بارون دان تريزومي 21، ما نخرجوش منها نقدر نقول لك مده شهر. داكور. وانا مده شهر هذيك واش تجيني؟ تجيني شغل راني نعطل في نفسي او ليو كو جو موكيب دو مون انفون. بالضبط بالضبط. من بعد واش نديرو؟ من بعد حنايا سي ا نو دو سو بخوندر اون شارج، سي ا نو دو سو بخوندر اون شارج. باش نقول لك اون ا يو لو سوتيان دي بسيكولوغ اي تو سا، مي لو بلوس سي نو ميم، سي لي بارون. Entre nous, بالضبط. Les parents de trisomie 21. Oui, mais je sais là, bien sûr. Sur... Ah, habit de place, ça. Non, c'est pas bien. Continue. Oui, s'il te plaît. Après. Question. J'ai pas d'âme. Tout à l'heure, tout à l'heure. Classe. Tout à l'heure. Yalla. معليش نقعد قدامك. ها اروح قدام فيلا عندي فات انجلي سكندال دير لونجلي ثاني. اروح قدام، اروح عندي، اروح عندي هكذا فوالا. ومن بعد بيان سور ابخي ما نبكي وبيان سور سي تو افي نورمال، والبكاء مش راح يفيدنا. نبداو بيان سور لازمنا الاج دو كي كان اسكندر اون اني، قدره من عند رب سبحانه الى كومونسي ا دير سي بروميي مو ا اون اني بدا يهضر. الحمد لله ا اون اني لا برونونسي لو مو برافو، باسكو تالمون كون لو حنا كنا نحفزوه اشاك فوا، اون ديزي لو مو برافو 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 اشاك فوا كيل فيزي كيك شوز، حنا اون بريتي با اتونسيون ا لوي، سي ا لوي وحدو ينوض يصفق ويقول لنا برافو. سادير ومن بعد بدا ينطق اسماء بيان سور خواتاتو هديل وسيرين، ومن بعد باغ لا سويت بيان سور كملنا لا بريز ان شارج مع اورتوفونيا و بسيكوموتريسيتي. ومكان الجمعيات، مكان الجمعيات لي زاسوسياسيون اسكو؟ ما نكذبش عليك جامي اندمجت للجمعيه. ما نعرفش ما حوستش، ما نعرفش واش راح تمد لي الجمعيه. سكولاريتي جوستومون، انا عرفت بلي اسكندر يقرا في مدرسه عاديه. يقرا في مدرسه عاديه. انا هذه اللي جوستومون انايا ما نكذبش عليك، او ديبي كنت نقول بلي اسكندر لازم يروح دون كلاس سبيساليزي. ومن بعد خممنا قلنا بلي احنا رايحين نحطوا ان انفون
تريزوميك افيك دي زانفون اوردينير منه هو راح يربي يربي ثاني لي زوتغ زانفون اوردينير ا نو با ريغاردي سيت انفون ان طون كان انفون كي ديفيرون بالضبط وان ميم طون هو راح يندمج يندمج بسرعه مع المجتمع وراح يوالف بنفسه كمختلف ما بالنسبه لل برافو ماما برافو بعد يجي الإدماج المدرسي الحمد لله il a été bien accueilli c'est très important c'est الأم الثانية المدرسة اللي استقبلته الأم الثانية اللي استقبلته كانت الاستقبال هو il est très important خاطر علاش كيعود المدير يستقبلك ديجا ويعطيك les feux verts de ramener tes AVS AVS هي c'est une personne اللي عندها bien sûr راه كائز على la trisomie 21 qu'on la place avec l'enfant باش تعطي له شويه دو ليد شو تحفزه باش يزيد افو فري وي افو فري انا هذا هو ولا نو باش نقول لك يعني مديره المدرسه وين راني حابه دير دي فورماسيون بور لي ميتريس تاعهم اون تريزومي 21 بور لوتيزم بور لا بور لي زونفون هايبر اكتيف ماذا بها دير هكا باسكو حنا نكونوا اساتذه بصح ما نكونوش اساتذه اللي رايحين اللي عندهم نظره على لا تريزومي 21 مثلا انا كي ديتو في الاول ما نكذبش عليك ماشي انا راح نوري لها ولينا انا وياها انا والمعلمه تاعها نخدموا كيف كيف وندرسوا كيف كيف سوغ انترنيت وكيفاش رايحين نوريو الاسكندر مثلا كيفاش يكتب رقم واحد بالضبط بالضبط ما تكونش بنفس الطريقه هو هذا هو هذه المرافقه هذه اللي انا شفتها في 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 بعض الدول يعني الغربيه وكامل هي على كل حال هو موضوع حساس موضوع حساس تاع المرافقه وكامل لابري نور الدين واش رايك وانت تشوف انت تكلمت معك من قبيله 39 سنه وانت في التعليم ما صادفتك ولا حاله تاع تريزوميا ودرك راك حاضر معنا في بلاتو وكاين طفل متمدرس في مدرسه عاديه واش هو احساسك؟ شوف والله العلي العظيم انا كل التقدير وكل الاحترام الى ام اسكندر سيدة قيموز سيدة قيموز وإلى والديه وإلى كل الأسرة أسرة كبيرة وصغيرة وقفوا معهم على ما يقومون به هذا ابتلاء من الله عز وجل سبحانه ليمتحنهم مدى قيمهم بهذه المسؤولية العظيمة ربي يرزقك بالبنين والبنات لكن ما هو شرط يكونوا سالمين لكن باش يجربنا وشوفنا هذا امتحان امتحان سبحان الله هذو سبحان الله. انا نقدرهم كثير 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 كما سي يزيد كذلك كل تحياتي الى الاسره التربويه لهذه المدرسه العموميه بالضبط التي يعني شجاعه نعم شجاعة كبيرة نعم هذا أنا سمعت كلامك هو الكبير كبر سمعت كان في إيكول بريفي يعني في مدرسة خاصة ما نذكرش الأسامي وكامل كاين واحد بارون يعني أب لطفل عنده حالة تريزوميا وين لي بارون يعني الأولياء كامل تحاماو قالوا للمدير قالوا له كان هذا الطفل هذا ما تخرجوش من المدرسة حنا نخرجوا ولادنا نعم يعني باش تشوف نعم. حتى الإنسان ربي يهديه يعني باش تشوف انا النهار حكى لي هذاك ولي الامر مش عارف مدام اللي سمعتي بها ولا لا يعني شيء ما عندوش يعني في قمه العنف في قمه يزيد اسكندر بصح راهو في مدرسه خاصه وما نذكرش الاسم بس كبالك ما عنديش دروان تذكر اسم مش يعني سي با فاسيل باش نحطوه في مدرسه خاصه توت ان بونسون بيان سور ا سو كي نون با لي مويان بور ميت لو زونفون بالضبط انا ما كانش عندي لو شوا باش نحطوه في مدرسه عموميه ولا خاصه جات اوازار حطيته في مدرسه خاصه يعني جات اوازار ماشي يعني حبيت بالسيف نحطه في مدرسه خاصه ولو كان يكون عندي لو شوا باش نحطه في مدرسه عموميه لما لا لو كانت تكون المدرسة العمومية توفر لإسكندر واش يوفروه لا بصح حتى هذه المدرسة الخاصة هذه العادية يعني سونيكول أوردينار هذا هو الشيء اللي نتكلموا عليه يعني
مادام راه في مدرسة عادية معتمدة أنا بالنسبة لي ما كاش فرق يعني يعني سيدي كورات يعني شجاعة كبيرة ونجدد تحية اللي قدمها سيلابري لهاد الأسرة التربوية تاع المدرسة يعني نقدروا ما نسميوها واسمها المدرسة هذه مدام مدرسة الإجليسين مدرسة الإجليسين نحييوهم نعطوهم تحية احنا كبيرة يعني ماشي شجاعة شجاعة كبيرة بلك حتى مقبله نتكلم لك هذا ولي امر حط وليده في مدرسه خاصه جو الاولياء قالوا له هذا ما يقراش مع اولادنا يعني يشوفوا فيه كانسان مختلف مختلف صح. انا نقول هذه في اشد القسوه في اشد القسوه وبالك رانا هنا اليوم ناس يسمعوا فينا ممكن قلوبهم يعني لازم القلوب تاع الناس لازم القلوب تاع الناس ترحم تفضل امثال اسكندر امثال اسكندر لازم نعرفوا كلنا بأنهم مواطنون جزائريون سيسون دي سيتوايا ولدنا ولدنا يعني فيه كاش فرق كاش فكاش لابد كل واحد في مسؤولياته في كل واحد في المنصب بتاعه حتى الشعب حتى المواطنين العاديين لازم يعرفوا بأن هذه الفئة هي من أبنهم أبنائنا نروح جي عندي هم أبنائنا والدستور الجزائري نتكلم لك شويه على القانون الدستور الجزائري يضمن حق التعليم لكل ابناء المواطنين الجزائريين وما قالش الا بالضبط اذا فهو حق قانوني انا يعني نتكلم على المدرسه العموميه وحتى البريفي لان المدرسه يعني الخصوص البريفي هذه تتبع نفس القوانين تاع يعني خاضع لنفس القوانين اذا ننجم نقول بانه الطفل تليزومي عنده حق باش يدخل للمدرسة العادية سواء كانت عمومية أو خاصة ولكن ولكن أولا أنا 39 سنة أو أكثر شوية لم يعني أعيش لم يسجل عندي في المؤسسة كأستاذ أو كمسؤول على مؤسسة تلميذ عنده هذا هذا الحالة هذه نجم نقول ما نقولش يا للأسف نقول الحمد لله لانه الحاله هذه قليله شويه ما راهيش بكثره بكثره مش عارف الان ما عنديش الاحصائيات ولكن او ربما في المحيط اللي كنت فيه اما ما كانتش حاله هكذا واما كانت حالات والاولياء ما جابوش ولادهم يسجلوهم في المدرسه يعني وحده بالك يقول لك راح ما يقبلوش يعني في هذا الامل وحده ممكن يعني اما يقول لك ما يقبلوش واما ممكن يخاف حتى على وليده باش يحطوه في خطر هما حساسين على بالك هما عندهم واحد الاحساس انا شفتهم تعاملت معهم بزاف يسون تري سنسيبل يعني اي حاجه ممكن هي لازم اون اسيستونس على كل حال لازم مرافقه لازم مرافقه شي مفروغ منه ما تقدرش وليدك تيزوميك تحطه وحده مع تلاميذ هكذا ويقرا نورمال ايتو ما وصلناش هذا الشيء بيان سور مدام تفضلي الحقيقه خديت الموضوع جانب ذاتي يعني لدرجه 100% أظن أن أكون شوية موضوعية جبت روحي شوية من عندكم الوالدة حطت الطفل في إيكول بريفي ما عليش لأنها قالت يعني أنا في با لو شوا فهذيك تخيها شغل هذاك وش يعني ما تحلولهاش ما تحلولها بزاف البيبان كانت تخير كاين حوايج ممكن ما انتبهتوش ليهم أنت خيزوميك ما عليش حطاتو دون زان إيكول بريفي ولا إيكول نورمال المهم حنا لو كان ناخدو هذا الطفل ونديرو له لو بيلون سيكولوجيك يا هل ترى لو بيلون تاعو راح يكون كما الطفل العادي عمره 6 سنوات يا هل ترى نتحصلوا على عمر عقلي 6 سنوات لا ما يكونش هذا مفروغ منه مفروغ منه عنده يعني ديجا هنا نلقاو يا ديجا ان بيتي روتار هكذا الوالده على حسب الراي تاعها وانا نحترم الراي تاعها اكيد وما تزعفيش على واش راح نقول لا يعني لا بالعكس انا بالعكس كافتراض مدام. مني فقط بالعكس يعني معليش تاخذي راي واحد اخر كيما نقول لك معليش ندو حاجه غير المليحه ونشوفوا شويه حاجات واحد اخرين اللي يدونا احسن يعني الطفل انتريزوميك انا جو بريفير ان انفون تريزوميك يقرا مع اطفال كيما هما اللي عندهم مدام نفس هذه ماذا بينا هذه ليس مرض لانه علاش حنا ننطلقوا مع انتريزوميك ليس مرض
وليس عاهة بل هو حالة. حالة حالة. حالة لازم نتكفلوا بها. أكيد. هما المدارس المختصة. نعم. هذا هو. حالة نتكفلوا بها. كي يكون حالة نتمنى كو في ليزيكول تاوعنا عادي. دي كلاس سبيسيال. كون عندنا دي كلاس سبيسيو نحطوا أن أوتيستيك مع ليزوتيستيك، أن غوتار مونتال، أن تريزوميك. معليش لأن هذا طفل أنت راكي السنين مازال ما بديتيش تحسي. على 4 سنين 5 سنين 10 سنين اسكو راح يلحق لو ميم نيفو كيما ان نورمال؟ لا 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 امبوسيبل دافواغ سا. راح ندخل في مكانها لاني عشت معهم بزاف لي تريزوميك ولا صحابي اولياء فوالا كامل. معليش استاذ يزيد ما عندهمش الاختيار. استاذ يزيد حنا كتجربه شفنا دي تريزوميك قل منه شفتهم تاع 40 يوم الى غير تابعناهم 10 سنوات يديروا لي بارون كامل لي زيفور تاعهم يعني الله يبارك. حاجه اللي نلقاوها فيهم كي نفرقوا كاين شاطر بزاف كاين لي انتيليجون بزاف بالضبط. ترجع لوين واش انجيكتاو لي بارون فيهم بالضبط لا بريزون شارج. هذا واش حبيت لا بريزون شارج كيما دوك شفنا اسكندر بالك نجيبو واحد اخر يختلف تماما عنده وعنده نفس الحاله تاعو. استاذ حبيت نسحسيك. نعم فو تروفي يعني كي باغ اكزومبل حنا نحطو اسكندر افيك دي زونفون اوردينير. Est-ce que vous croyez que moi, par exemple, je cherche, est-ce que j'enlève la différence de Skandar Hanhiha Kinhata? Non. لا لا بصح ماشي راح نحيو لا ديفيرونس ما نحيوهاش جوستومون. مثلا وكان صبتي بلي كاينه اون كلاس سبيسيال كنتي تروحي ليها؟ يزيد لا كلاس لا كلاس سبيسيال ما نكذبش عليك كنت تقول لي على الجمعيه. انا نقول لك الجمعيه واش دير الجمعيه انت اللي ديرها اون طونك بارون انت اللي تخدم افيك تون انفون. Ça veut dire que je suis dans une école privée avec les enfants ordinaires. Mais mon enfant il va être au même niveau qu'un enfant. Ce n'est pas possible. Il a un chromosome de plus, il a une déficience intellectuelle, je le sais. هذه راح نكذبوا على نفسنا هذه الله غالب هذه مدها لنا ربي سبحانه. وشنو حنايا مش راح نحيو لا ديفيرونس مي اون ايسي كومون دو ترافاي افيك نو زونفون لو بلو نورمال بوسيبل. مش راح نحوسوا ان اسكندر يوصل افيك ان انفون اوردون لي نون. هذه نظن لوين دو سا المطالب نتاع الاولياء وكامل هي ان ولادهم يروحوا للمدرسه دوك باي طريقه. جوستومون مدام مليح واش تمنيتي نتمناوه كامل معك عندك الحق حبيتي تحطي توفري له نديروا له الحمايه وراكي على بالك من الانطلاقه الاولى بلي ما حاش تروحي بعيد. اكيد علاش ما نروحش بعيد؟ لا لا انا عندي نروح بعيد بربي ان شاء الله ان شاء الله. معليش اختاري من الراي تاعك. اللهم اجعله آية من آياته. حنا نطلبوا الرب سبحانه توجور يعاوننا. حنا نشيرش الي لوان يا دي تريزومي كي سون تاريفي الي لوان بوركوا با سكندر. نظن لا لا مادام انا خممت عليك استاذ انا قلت اللي تقعدي انت وحدك وبابه كي ندخلوا مختصين واحد اخرين يعاونونا اكثر. مانيش وحدي يا الاف الاف تاع لي بارون تريزوميك كي سون اوسي اوبتيميست كو موا اي سون بابا. يا كاين مئات والمئات في الموند اونتيي كي سون تعرفوا ناس عندهم ولادهم يقراو في ليكول بيان سور كاين بيان سور يونا بوكو. وهذوك لي كلاس سبيسيال اللي يديروهم الجمعيات وكامل واش هما هاد لي كلاس؟ سمعت بهم بلي كاين دي كلاس سبيسيال يديروهم الجمعيات والله ما عنديش كاين يعني كاين جمعيه وطنيه مثلا دير كاين باغ اكزومبل اون ايكول ايكول ا شيراغا كي سوكوب دو تريزومي 21 سي اون تري بون ايكول موفره موفره مدرسه الف اكزاكتومون مدرسه تماني موفره عندهم لي زورتوفونيست عندهم يعني متكفلين بهم. هذا واش نعرف يعني سلاسل ايكول لها ورحت درت لهم حفل اخر السنه العام اللي فات يعني شفت دي تريزوميك سي فري كيما قالت الاستاذه يختلفوا من يختلفوا متفاوتين يتم تشوف كيما قالت هي واش زرع الوالد يعني ولا الوالد يعني لي بارون واش زرعوا ولكن عمل تشوف لونفو اي ايبانوي باسكو لو بارون واش يحب ماهوش يستنى وليدو يحب وليدو يكون كيما الاخرين باسكو هذيك السعاده نتاعو كي يروح يقرا كي يتعلم حاجه يبدا يكتب يبدا يلون يبدا يعني اوتونوم. هذا هو بالك يحوسوا على الاوتونومي هذه صحيح. يزيد حبيت نقول لك ميم في يعني في لي جون اوردينير دون اون كلاس اوردينير ويا با دو تريزومي 21 كيفاش تكسبليك كومون اون اكسبليك كو كيلكا ا 10 دو مويان كيلكا 14 كيلكا كي هادو ما نختلفوا. لا لا بالضبط بالضبط سبحان الله كيما في لا تريزومي 21 يختلفوا من واحد لواحد ونقدر نقول لك باللي باش نقولها باللي صح
راهي تقول لي باللي باش ما تخميش بعيد، انا نخمم بعيد باسكو موا افيك مون اكسبيريونس ا ليكول بريفي اللي راني فيها مون انفون يعرف حوايج كو ان انفون اوردينير ما يعرفهمش. موضوع طويل، نعاودوا نطرقوا مره اخرى ان شاء الله هذا وعد، لانه ادماج ولادنا، لانه الاولياء يحبوا ولادهم يقراوا، يحبوا ولادهم يقراوا، يحبوا العلم، يحبوا العلم. اذا ماذا بهم يقراوا، ماذا بهم حنا، ماذا بينا كاع الاولياء اللي ولادهم عندهم راتيزومي 21 يحاولوا يديرهم في ليزيكول بريفي ويحاولوا يرافقوهم سورتو ويعطوهم الحنان اللي لازم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تقدروا تتابعونا على موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. استنونا في الحلقه المقبله. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحه، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحه. من حق الطفوله صحه، علم وحب وحنان، للعقول لولا مدلولة تلعب تحيا بسلم مؤمن. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.